هقول ملحوظة سريعة بخصوص فيديو أنا قلته قبل كده، يعني يا ريت تشوفوه، اللي هو البريتي جرافس أو البابليكيشن سوتابل جرافس. إن هو إحنا مثلا بنشتغل على ماتلاب أو على أي برنامج معين بيطلع لنا رسم بياني أو بلوتس، بنبقى عايزين نخليها بابليكيشن سوتابل بهاي كواليتي ونحطها في الدوكيمنت العلميه بتاعتنا. في نوعين اساسيين من الجرافيكس، هو الفيكتور والراستر. الناس المفروض عارفه الكلام ده. يعني الفيكتور جرافيكس اللي هو السورس فايل نفسه اللي بيرسم بيه الحاجه، يعني ده الاكستنشنز بتاعته او الفايل تايبس اي 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 بي اس بي دي اف اس في جي. هشرح الاس في جي والاي بي اس، وطبعا البي دي اف معروف اللي هو البورتبل دوكيمنت فورمات. الاس في جي ده اختصار لسكالبل او سكالبل فيكتور جرافيكس، يعني فيكتور جرافيكس سكالبل، اقدر اعمل سكيل داون وسكيل اب زي ما انا عايز، اكبر واصغر من غير ما اثر على الكواليتي زي ما مرسوم فوق اهو. والاي بي اس اللي هو اللي انا هشرحه النهارده، الانكابسوليتد بوست سكريبت. الناس بتوع فوتوشوب والالستريتور عارفين الاي بي اس، لان هو تكنولوجي اقدم من الاس في جي بس واقف في الديفلوبمنت دلوقتي. هو بس بيقول لك الفروق، يعني ده بيبقى هاي ريزولوشن فايلز كان بي برينتد ات ماكسيمم 300 دوتس بير انش، وهنا السورس فايلز نفسها اللي تتبعت للبرينتر عشان تكبر وتعمل سكيلنج زي ما انت عايز. ده الفرق بقى بين الاي بي اس والاس في جي. ده دي اس سي كونفورمينج بوست سكريبت اللي هو بتاع الدوكيومنتس يعني، وده الاكس ام ال ده خلاص وقف ما بقاش فيه ديفلوبمنت، ده اقدم تكنولوجي. الاس في جي اللي هو الاحدث. هنا في يوز فور هاي كواليتي دوكيومنتس برينتنج، ده المفضل اكتر في موضوع الدوكيومنتس، وان انا اعمل يعني هو المفروض الاس في جي مينلي ينفع لكل حاجه، بس ساعات بتلاقي الاوتبوت فيه حاجات غريبه كده مش صح. يعني انا هشرح مثال بسيط. انا رحت على الماتلاب وطلع لي صوره. الصوره دي احنا قلنا بنروح على اكسبورت سيت اب، وبعدين بنحدد شويه بارامترز كده، بنخلي الريندرنج كاستم ريندرر فيكتورز فورمات، يعني بنعلم ده، ونخلي الكالر سبيس دي جري سكيل يعني اللي هو درجات الرمادي، وبعدين الفونس نخليها مثلا 15 واللاينز نخليها 2. طبعا انا مسيف كل ده، ممكن تسيف كل ده عشان ما تقعدش ايه تعيده كل شويه. انا هلود السيتنجز دي، فالريندرر بقى كاستم ريندرر بينترز فيكتور فورمات. الكاستم كالر ده اللي هو الكالر بتاع الباك جراوند اللي هو بدل الرمادي ده هيبقى ابيض وايت، وده جري سكيل اللي هو الكالر سبيس مش هيبقى فيه الوان، هيبقى كله درجات الرمادي، ما يبقاش ابيض واسود، ابيض واسود يعني ابيض واسود بس، جري سكيل يعني درجات الرمادي. فونس هتبقى 15، اللاينز هتبقى 2. بعد ما اخلص هاكسبورت، وانا باكسبورت بقى ممكن ان انا ايه، انا كده احنا قلنا ايه بنختار سكالبل فيكتور جرافيكس، مره هنكسبورت سكالبل فيكتور جرافيكس ومره هنكسبورت نفس الصوره دي هنكسبورت اي بي اس. اي بي اس احنا قلنا انكابسوليتد بوست سكريبت اللي هو الاي بي اس فايل. الاثنين فيكتور جرافيكس مفيش مشكلة، عملنا اكسبورت وبعدين نجرب بقى. المشكلة في الفيكتور جرافيكس ان هي طبعا انا لو ما اخترتش الريندر ده صح، ساعات بيرندر صح وساعات بيرندر غلط، يعني ساعات بيطلع لي الريندرنج ده فيكتور بس جواه بيت ماب، فما كبره يبكسل ويبقى وحش. هجرب كده على ليكس مثلا او على وورد او اي حاجة. خلينا على ليكس، ان انا اكسبورت الدوكيمنت، امبورت الدوكيمنت دي اللي هي الصورة، مرة انتايتلد اللي هو ده خليها مثلا 100% مش مشكلة، ده اللي هو الانكابسوليتد بوست سكريبت. وبعد كده هعمل ايه، امبورت للفيكتور جرافيكس اللي هو الاس في جي السكيلبل فيكتور جرافيكس اللي احنا متعودين عليها. طبعا ده بيفرق من برنامج لبرنامج، بس انا لاحظت الموضوع ده في الماتلاب بس. يعني ونخلي مثلا السكيل 40. لاحظنا ايه بقى؟ لاحظنا طبعا ان الصوره دي اكبر، مش معنى ان هي اكبر ان هي ممكن تتزوم، ممكن تتزوم عادي وما يحصلهاش حاجه، لا ده هما الاثنين فيكتور، يعني هما الاثنين في البي دي اف هيتزوموا عادي. لاحظنا ان في كاركترز زي اللي هي تايم 10 تو باور اوف ماينس 3 دي اللي هي الاكس دي بترندر هنا هاش، يعني في حاجات بتبوظ كده، الريندرر بيبوظ شويه كاركترز، لو في كمان سيمبلز غريبه مكتوبه هتلاقيها كلها طالعه حاجات غريبه كده. لكن الانكابسوليتد بوست سكريبت بيحافظ على الصوره زي ما انت شفتها بالظبط، وفي نفس الوقت بيخليها فيكتور ويحافظ على الكواليتي بتاعها. لو احنا عملنا اكسبورت او يعني كومبايلنج للدوكيمنت هنلاقي ان ده الانكابسوليتد بوست سكريبت، هو محافظ على الصوره زي ما احنا شفناها بالظبط، يعني نفس الصوره اللي احنا شفناها تايم سينس باور اوف ماينس 3، ومهما نكبر الكواليتي ما تاثرتش مهما نكبر، يعني هو ستيل فيكتور فورمات ومحافظ على كل اللي احنا عايزينه وعلى كل الايه. يعني لو عملنا الموضوع فول سكرين هنلاقي ان فول سكرين اهو، هنلاقي ان ده فيكتور جرافيكس ما فيهوش مشكله خالص وزي الفل. ده طبعا الانكابسوليتد بوست سكريبت، وهنا نفس الكلام فيكتور جرافيكس برضو اللي هو السكالبل فيكتور جرافيكس اس في جي ومحافظ على كواليتي، ولكن في مشكله اللي هي العلامات الشباك دي بدل علامه الايه المالتيبلاي. فالاختصار يعني الكلام ان على حسب البرنامج، يعني في كل برنامج ليه طريقه وليه حاجه ان انا اظبط الاول شكل بتاعه وبعدين اكسبورت بفورمات يكون هاي كواليتي. الفورمات المفضل هو للدوكيومنتس يعني اللي هو الانكابسوليتد بوست سكريبت الاي بي اس دوت اي بي اس، او اللي هو سكيلبل فيكتور جرافيكس، بس ما تضمنش بقى الريندرر هيحافظ على اللي هي الكاركترز والسبيشال كاركترز والسيمبلز دي ولا هيبوظها زي اللي حصل في الماتلاب في الحاله بتاعه الاس في جي.